Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta vient d'arriver au palais de congrès. Comme vous voyez sur l'image, je le disais tantôt que ce sommet est d'une grande importance pour les pays du Sahel confrontés à d'énormes défis sécuritaires. الرئاسي بدأ القادة يتواصلون يتوافدون واحدا تلو الآخر لتبدأ القمة بعد قليل، حيث وصل حتى الآن الرئيس المالي كما وصل كذلك الرئيس البوركينابي، وكان في استقبال القائدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز والوزير الأول بايلا au logo. Ensuite, un communiqué final sera lu. Il y aura aussi une signature de la convention du G5 Sahel. Ensuite, c'est fort probable que ce soit l'organisation d'une conférence de presse. Donc, je le disais tantôt que ce sommet est d'une grande importance. Les défis sont énormes. Il y avait ici un sommet, donc aujourd'hui aussi, certainement, les présidents vont parler des questions de sécurité. Quand on parle de questions de sécurité, donc on va certainement faire allusion aux questions de terrorisme, trafic de drogue, aussi à l'immigration clandestine. Donc ce sont ces défis majeurs auxquels ces présidents vont s'atteler. Ensuite, ils vont parler aussi des questions de développement. On ne peut pas parler aussi d'Israël sans parler des questions de développement, comme par exemple chercher des moyens pour investir dans cette région qui en a tant besoin, notamment dans des grands projets d'infrastructures. Et tout cela permettra aussi à ces pays de relever des questions d'économie. Quand on parle aussi d'Israël, c'est aussi des questions de pluviométrie. Voilà, vous voyez sur l'image, c'est l'arrivée d'un moment à l'autre du président tchadien. Voilà. Le président tchadien Idriss Déby Itno vient d'arriver au palais de congrès de Nouakchott, accompagné d'une délégation de haut niveau du Tchad. Je passe le micro à mon collègue Saïd. ميرسي بايلبا، شكرا بايلبا. إذن كما تتابعون معنا مشاهدينا الأكارم، وصل الآن الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، وذلك ليلتحق بنظرائه الذين التحقوا حتى الآن بقصر المؤتمرات. نتحدث عن رئيس الحكومة في بوركينا فاسو ورئيس النيجر محمد يوسف، وأيضا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي وصل قبل قليل هو الآخر. إذن هي مجموعة الخمس عبارة عن تشكيلة من الدول التي ترغب في وضع استراتيجية محكمة ومنسقة، وبالتعاون فيما بينها بتبادل الآراء والأفكار حول الخطط التي يجب انتهاجها لضمان تنمية دائمة في المناطق التي تحتاج إلى تنمية. طبعا نعلم أن القارة الإفريقية عانت لعقود من انعدام التنمية. نعلم أن موريتانيا ولله الحمد في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، أصبحت رائدة في مجال خلق بيئة تنموية ملائمة، في خلق ظروف استثمار ملائمة، سواء فيما يتعلق الأمر بالقوانين التي تغري المستثمرين وتجعلهم يطمئنون إلى هذا الجو الذي يمنح بفعل الأمن، يمنح للمستثمرين اطمئنان. ونعلم أيضا أن رأس المال جبان، والمستثمرين لا يمكن أن يأتوا إلى بلد يشهد اهتزازات أو يشهد نوع من عدم الاستقرار. ذلك ما وعدته الحكومة الموريتانية منذ سنوات، فعملت أولا على ضبط المنافذ الحدودية، على تأمين الداخل من خلال
دور الجيش الوطني في تنفيذ ضربات استباقية ضد فلول الإرهابيين، وهو ما مكن من استقرار الأوضاع في البلد، من انتشار الطمأنينة، وأيضا من وصول الاستثمارات ودخول الأموال إلى البلد من أجل أن تستثمر في المجالات التنموية. إذن لا أمن بدون تنمية، ولا يمكن للتنمية أيضا أن تتحقق كما أشرنا في أكثر من مرة إلا بوجود أمن. مجموعة الخمس هذه تسعى كما أشرنا إلى سعيد هل تسمعني؟ إلى أن توفر الظروف الملائمة لخلق تنمية في المناطق المستهدفة. نعم مختار. سعيد تحدثت إذن عن الإطار العام الذي تنعقد فيه هذه القمة اللي شارتها، فقط أريد التذكير بأن قمة تأسيسية كانت قد احتضنت العاصمة في 16 فبراير الماضي، جمعت كما هو معلوم هذه القمة رؤساء موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي والنيجر وتشاد. في خلال هذا الاجتماع أكد الرؤساء على إرادتهم يومها في توحيد الجهود من جراء التحديات المرتبطة كما ذكرت بالأمن والتنمية في الساحل، وجددوا التزامهم بترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. هذه القمة الزميل سعيد تنعقد اليوم تحت شعار التأسيس للمستقبل. سؤال مطروح الآن زميل سعيد، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حتى الآن عن جدول أعمال هذه القمة بالإضافة بطبيعة الحال إلى بحث القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب واستباب الأمن والاستقرار في المنطقة؟ شكرا مختار. بالتأكيد أن هذه القمة إذا ما نظرنا إلى موضوعها فإنها تتقاطع بالفعل مع موضوع القمة التي انطلقت واختتمت أمس في نواكشوط، وهي قمة مسار نواكشوط. الجميع كله ينصب في اتجاه الأمن والتنمية. هذه القمة اليوم هي امتداد أيضا لمجموعة من الأفكار التي حملها رؤساء هذه الدول وفي مقدمة رئيس الجمهورية بفعل الحكمة والخبرة والحنكة، مما جعلهم يفكرون في خلق هذا الفضاء أيضا، في خلق هذا الإطار أيضا. الدول كلها تسعى إلى أن تخلق فضاء لتتفاهم فيه، لتتعاون فيه. كانت نتائج قمة أمس واضحة للعيان. الرؤساء الذين شاركوا في القمة أكدوا على أهمية التنسيق الأمني. اليوم يستمر هذا الجهد، يستمر هذا التفكير، يعني نستمر في سياسة تفكير وبعد نظر تتيح لنا أن نتوصل إلى آلية لأن نتعاون جميعا. إذن سوف نبدأ الآن في تحضير لنقل الجلسة الافتتاحية للقمة. نعم. مع وصول رؤساء إلى مقر قصر المؤتمرات. سوف أعود بالخط إليكم على أن نلتقي لاحقا. شكرا لزملاء سعيد حبيب وبيلبا، كما لا يفوتني كذلك أن أشكر الطاقم الفني الكبير الذي يمكنكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل من متابعة هذا النقل الحي لوقائع قمة الدول الخمس بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط. لتذكيري فقط أذكر بأن لجنة من الخبراء كانت قد اجتمعت يوم أمس بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحضير لهذه القمة. كان الخبراء أمس قد عكفوا على إعداد برنامج للاستثمارات الأولية والمصادقة على ميزانية سكرتارية الأمانة الدائمة لسنة 2015 وتعيين أمين دائم وكالة، إضافة إلى تقديم تصور للبرامج التنموية المستقبلية والتي ستساهم في الرفع من المستوى الاقتصادي لشعوب هذه الدول. أيها السادة المشاهدون الأفاضل، في هذه اللحظات تم اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لانطلاق القمة كما شاهدنا، فقد وصل القادة وهم الآن في قاعة الاستراحة على أن تبدأ وقائع افتتاح هذه القمة بعد قليل، وذلك ما سنوافيكم به في نقل حي تواكب من خلاله الموريتانية وقائع هذه القمة، كما واكبنا أيها السادة المشاهدون الأفاضل وقائع افتتاح واختتام أشغال قمة مسار نواكشوط يوم أمس. نعم. إذن مختار، أشير إلى أن القمة الآن في انتظار وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الذي يمكن أن يصل في أي لحظة هنا إلى قصر المؤتمرات للالتحاق بنظرائه، حيث ستبدأ الجلسة الافتتاحية لهذه القمة. إذن سنبقى معكم في انتظار أن يصل فخامة رئيس الجمهورية إلى قصر المؤتمرات. طيب،
زميل سعيد، كما ذكرت من القضايا التي تؤرق دول المنطقة بالإضافة إلى قضايا الأمن التي تحدثنا عنها كثيرا، هناك القضايا الاقتصادية والتنموية، هناك القضايا المرتبطة بتشغيل الشباب، هناك القضايا المرتبطة بظاهرة الجفاف والتغيرات المناخية إلى غير ذلك من الأمور والقضايا التي تؤرق المنطقة ويبحث لها القادة ويبحث. وهو كذلك زميل مختار، بالتأكيد أن قضايا التنمية في المناطق الريفية، قضايا الزراعة، قضايا التنمية الحيوانية هي من الملفات الهامة التي تشغل بال هؤلاء القادة. هذه المنطقة معروفة بأنها منطقة زراعية ورعوية، هي منطقة تعتمد بالأساس على الرعي وعلى الزراعة، وبالتالي الاستثمارات في هذه المناطق أعتقد أنها في الفترة القادمة ستنصب بشكل كبير باتجاه تحفيز للتحفيز من أجل تشجيع الزراعة، من أجل التنمية المحلية في المناطق التي تعرف عدد كبير من السكان. نعلم أن بعض المناطق الريفية آهلة بالسكان، وبالتالي تعتمد في الأساس على المصادر الاقتصادية التقليدية التي هي الزراعة والرعي. نعم. لا شك أن هؤلاء الدول الآن، رؤساء هؤلاء الدول يسعون إلى بلورة إطار أفكار في هذا الاتجاه. نعلم أيضا أن هنالك تمويلات من الدول الصديقة وشركاء دول المنطقة، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي أو بغيره من المنظمات والهيئات والتشكيلات الدولية التي تسعى إلى دعم جهود التنمية المحلية في هذه البلدان. نعم. في المجال أيضا السياسي هنالك سعي لتعزيز اللامركزية ولولوج السكان إلى الخدمات الأساسية من ماء ومن كهرباء ومن تعليم ومن صحة. نعم. ونحن عندما نأخذ موريتانيا كمثال نلاحظ أن هنالك تطور كبير في هذا الإطار فيما يتعلق بالبنى التحتية الصحية والتعليمية وأيضا بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء. إذن كل هذا يصب في اتجاه تمهيد الأرضية لخلق تنمية ولدرء مخاطر اعتناق الأفكار المتطرفة الهدامة. نعم. سعيد، كذلك من ضمن الأمور لا شك التي تبحث دائما في مثل هذه القمم وبحثها القادة الأفارقة، وكدع عليها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، قضية الشباب، تشغيل الشباب. فمن المعروف أن القاعدة العريضة للهرم السكاني في الدول الإفريقية عموما هو الفئات الشابة، حيث تشكل هذه الفئات في بعض الدول نسبة 60 إلى 70 إلى 80% في بعض الدول الأخرى، وبالتالي خلق فرص جديدة لتشغيل هؤلاء الشباب وتكوينهم تكوينا مهنيا يتلائم وحاجيات السوق في بلدانهم. هذه من ضمن القضايا كذلك التي تطرح على جدول أعمال هذه القمم، خصوصا كما ذكرت قبل قليل زميلي سعيد، وأن فخامة رئيس الجمهورية يولي هذا الموضوع اهتماما بالغا، يولي اهتماما بالغا على المستوى المحلي في بلادنا، كما يوليه اهتماما بالغا على المستوى القاري في مختلف خطبه وكلماته في القمم الإفريقية. أفرض فخامة رئيس الجمهورية محورا هاما لهذا الموضوع. ما هي الإضافات التي تود بهذا الخصوص سعيد؟ فعلا تعلم أن الشباب هو يعني الطاقة الحية. نعم. وتعلم أيضا بأن الكثير من الشباب مهيئين لاعتناق الأفكار ولتمثل هذه النوع من القيم. أعتقد أننا سنعود إلى هذا الموضوع بشكل مفصل. أنا أرى رؤساء الجمهورية يتقدمون لأخذ صورة تذكارية في هذه المنصة التي وضعت هنا في مدخل قصر المؤتمرات، صورة تذكارية لرؤساء الدول الخمسة المشاركة في هذا الاجتماع. كما ذكرت زميلي سعيد، قادة الدول الخمس يتقدمون الآن، نراهم واحدا تلو الآخر يتقدم فخامة رئيس الجمهورية لأخذ صورة تذكارية على هذه المنصة وأمام لوحة المؤتمر. إذن كما تشاهدون معنا أيها السادة المشاهدون الكرام، رؤساء موريتانيا، تشاد، مالي، بوركينا فاسو والنيجر يأخذون صورة تذكارية قبل انطلاق أشغال قمة الدول الخمس. نعم سعيد، نعطي الخط لزميل بيلبال لعل لديه تعليقا في هذا الموضوع.
تشكر سعيد. tout à l'heure était là tout à l'heure pour prendre la photo officielle. Il se dirige maintenant dans la grande salle du palais de congrès pour les traditionnelles allocutions que vous allez suivre en direct sur la télévision de Mauritanie. Donc il y avait le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le président tchadien Idriss Déby Itno, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, ensuite du président du Faso, Michel Kafando. Tous étaient là tout à l'heure pour prendre la pause officielle. Donc, les allocutions vont commencer d'un moment à l'autre dans la grande salle du Palais de Congrès. Comme je le disais tantôt, ces cinq chefs d'État vont parler certainement du défi auquel ces cinq pays sont confrontés, notamment des questions de sécurité, ensuite des questions de développement. Et c'est aussi, rappelons aussi à nos téléspectateurs que ce sommet est un sommet fondateur, comme c'est intitulé, sommet extraordinaire des chefs d'État D5 d'Israël, sous le thème fondation de l'avenir. Donc, ils vont essayer de jeter de nouvelles bases pour ces cinq pays qui ont un point commun, beaucoup de choses, on l'a dit. Quand on parle de Sahel, on parle aussi des questions d'agriculture, des questions de pêche, des questions aussi de l'immigration, comme d'autres facteurs aussi qui affectent cette zone. Le terrorisme, bien évidemment, on ne peut pas s'en passer dans tous les discours, que ce soit au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ou dans des sommets sous-régionaux, on parle énormément de ces questions. Donc, je rappelle le programme, il y aura les allocutions des différents chefs d'État, présentation des conclusions de la réunion du Conseil des ministres, le huis clos des chefs d'État, ensuite nomination du secrétariat permanent du groupe 5 Sahel, ensuite présentation du logo du groupe Sahel, communiqué final, signature de la convention du G5 Sahel, ensuite une conférence de presse. Donc les activités vont commencer. Voilà, les dirigeants vont venir d'un moment à l'autre dans la grande salle de conférence pour tenir des allocutions. Ce sommet est d'une importance capitale, on l'a dit et on le répète aussi, parce que ça permet aussi à ces différents pays d'échanger des expériences et de jeter de nouvelles bases pour un Sahel sécurisé, pour un Sahel aussi dynamique. Et je pense qu'ils vont profiter aussi de ce sommet pour lancer aux partenaires économiques de ces pays que le Sahel a besoin de financement pour des projets de grandes infrastructures. Dans ce cas, ils vont parler certainement au cours de huis clos, dans lequel ils vont aborder aussi le financement du Sahel, donc le budget du groupe 5 plus Sahel. Je passe la parole à mon collègue Saïd. Merci Baylaba. نحن هنا في الآن في قاعة المؤتمر، المكان الذي سيحتضن الآن فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء مجموعة الخمس. قبل قليل كان الرؤساء قد التقطوا صورة تذكارية هنا عند مدخل قصر المؤتمرات. الآن الأجواء في هذه القاعة وكما تشاهدون جو مهيب مفعم بالاستعداد للتعاون، الاستعداد لتكاتف الجهود لمواجهة التحديات، وأيضا لتنعم شعوب المنطقة بالتنمية في ظل جو من الاستقرار والأمان. كنا قد تحدثنا قبل قليل، كنت أتحدث إليك زميل محمد علي حول موضوع الشباب. كنا نتحدث عن أن الشباب
هو عملة يمكن أن تتحول إلى نقمة كما يمكن أن تتحول إلى نعمة، وهو ما أدركته هذه السياسات وهذه الاستراتيجيات التي وضعتها حكومات الدول، لا سيما حكومة موريتانيا التي بدأت أولا بتنقية أفكار الشباب من الشوائب من خلال الالتقاء به سواء على المستوى العلمي والمعرفي والديني من خلال مراجعات دينية ومن خلال المقارعة الحجة بالحجة، جهابذة العلماء التقوا بالشباب الذين كانت لديهم بعض الأفكار المشوبة ببعض الأمور التي لا تعتبر صالحة للاقتناع، وتمكنوا من إقناعهم بضرورة معرفة الطريق القويم الذي يجب أن يسلكوه. لربما كانوا يسلكون طريقا خطأ وكانوا يفسرون الدين فهما خطأ أو بناء على أحكام لأشخاص لا يفقهون جيدا في الدين، فربما كانت لديهم بعض تلك الاعتقادات. اليوم بعد أن شباب فاعل في السياسة، شباب فاعل في ما يتعلق بكل ما يتعلق ببناء موريتانيا. طيب، الخطة الآن هي تتجه إلى استهداف المواطنين في مناطقهم، إلى خلق تنمية اقتصادية واجتماعية تمكن السكان من العيش حياة كريمة ومن ممارسة حقوقهم بشكل يعني بكل أريحية، وهو ربما هذا أمر يجعلنا نشعر بالافتخار وبالاعتزاز لكون البلد الآن أصبح يتحكم في موارده فيوجهها أينما شاء، وهو أيضا يجعلنا نفتخر بأن بلدنا أصبح قبلة لمثل هذه القمم، وأصبح ثقة وأصبح مرجعية، هو أصبح نموذج. يعني باختصار أصبحنا نموذج، نجحنا في خلق ظروف ملائمة لتنمية اجتماعية وسياسية واقتصادية جعلتنا نتصدر المشهد في هذه المنطقة، وبالتالي نتبنى تنمية أصبحت يعني قاعدة أو مرجعية تحتذى في المنطقة. سوف أحيل إلى زميل بيلبا للمزيد من التعليق في هذه القاعة التي تنتظر من حين لآخر وصول الرؤساء الخمس لبدء فعاليات مجموعة الخمس. Merci beaucoup, Saïd. Madame, Monsieur, nous sommes toujours ici dans la grande salle du Palais de Congrès de Nouakchott pour l'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État du groupe 5 du Sahel sous le thème Fondation de l'avenir. Donc, c'est un sommet fondateur. D'un moment à l'autre, les présidents ou bien les cinq chefs d'État vont venir ici. On a vu l'arrivée du président de la République qui était arrivé en premier lieu pour accueillir ses hôtes. Du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, du Burkina Faso, Michel Kafando, du Niger, Mahamadou Issoufou, ensuite du Tchad, Idriss Déby Itno. Ils vont venir ici et des allocutions seront tenues tout à l'heure dans lesquelles ils vont essayer de... Voilà, dans lesquelles ils vont essayer de parler des questions sécuritaires, notamment le terrorisme qui frappe le Sahel. Hier, d'ailleurs, les chefs d'État qui étaient là ont insisté sur la coordination des efforts pour plier le coup au terrorisme qui est un obstacle majeur au développement des pays sahéliens. Ensuite, ils abordent des questions économiques. Comme vous le savez, le Sahel a besoin énormément de financement dans de grands projets de développement comme les barrages, dans la santé, l'assainissement, dans l'éducation, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas passer du développement, notamment développement économique, qui est à la base de tout, notamment dans le domaine éducation, qui concerne énormément les
pays du 5 Sahel, dont le sommet est consacré aujourd'hui à la fondation de l'avenir. Ensuite, les 5 présidents vont se tenir à huis clos, au cours duquel certainement ils vont être plus précis, ils vont essayer d'être plus concrets en essayant d'échanger d'expérience. Chacun va essayer de dire quels sont les besoins dont mon pays a besoin. Et donc les sommets ou bien les réunions de huis clos, c'est ça, c'est le face-à-face. Les dirigeants vont essayer aussi d'être plus précis. Ensuite, il y aura la nomination du secrétariat permanent du groupe 5 du Sahel. Donc les choses deviennent de plus en plus concrètes. Donc les structures se mettent en place. Ensuite, il y aura la présentation du logo du groupe 5 Sahel. Parce que l'année passée, c'était pas d'ailleurs l'année passée, c'était cette année, ici à Nouakchott, au mois de février, il y avait une réunion ici. Bon, il y avait une mouture. Voilà. Les dirigeants vont entrer dans la salle d'un moment à l'autre, comme vous voyez dans les images. Les gens se mettent debout et les présidents arrivent d'un moment à l'autre ici pour tenir des allocutions. Voilà. L'image parle d'elle-même. Comme on dit, on laisse l'image parler. إذن هكذا مشاهدينا الكرام، وكما تتابعون في هذه اللحظات وصول الرؤساء الخمس إلى المناضد التي هيئت لهم هنا، خمس مناضد. وكما تتابعون يحيون الآن الجمهور الذي يحييهم بدوره، وقف تحية لهم ولدورهم في محاولتهم الجادة لانتشال هذه المنطقة ولخلق ظروف ملائمة للتنمية فيها. إذا الرؤساء الخمسة أخذوا أماكنهم في انتظار أن تبدأ الفعاليات الرسمية لهذه القمة المميزة بحضورها والمميزة أيضا بملفاتها والمتميزة أيضا بأهدافها، والتي على رأسها خلق التنمية في جو من الأمن في منطقة الساحل والصحراء. Merci beaucoup. Vous voyez sur cette image, la presse africaine est là, la presse internationale. Donc, il fallait immortaliser la scène. Et d'un moment à l'autre, les présidents vont succéder sur la scène pour tenir leurs allocutions. Bismillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Khayru bidaya. Tilawatun atara min al-dhikr al-hakim. يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد سالم الزين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. تحتضن بلادنا اليوم الاجتماع الاستثنائي لقمة رؤساء دول مجموعة الخمس بالساحل تحت رئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي السيد محمد العبد العزيز. وبحضور كل من أصحاب الفخامة إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، محمد يوسفو رئيس جمهورية النيجر، إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، ميشيل كافاندو رئيس الفاسو. الخطاب الافتتاحي يلقيه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ورئيس قمة رؤساء مجموعة الخمس بالساحل السيد محمد والعبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين. Excellences, messieurs les chefs d'État, honorables invités, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à mes frères chefs d'État des pays du G5 Sahel pour avoir bien voulu répondre positivement à notre invitation pour un sommet extraordinaire de notre organisation naissante. Je voudrais aussi leur exprimer en mon nom, comme en celui du gouvernement et du peuple mauritanien, nos voeux les plus chaleureux de bienvenue parmi nous, en cette terre sahélienne de Mauritanie. Je souhaite la bienvenue parmi nous à son Excellence Monsieur Michel Kafando, président par intérim du FASO, qui participe avec nous pour la première fois à une activité officielle du G5. Je tiens ici à rendre un hommage mérité au peuple frère du Burkina Faso et aux acteurs de la vie publique de ce pays frère pour la sagesse, la maturité et la perspicacité avec lesquelles ils ont su gérer dans un esprit consensuel la mise en place de leur transition politique. Je demeure convaincu que le grand peuple burkinabé et ses autorités de transition réussiront avec le même esprit à parachever les étapes futures de leur feuille de route. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a juste 10 mois, ici même à Nouakchott, nous décidions de la création d'une organisation régionale regroupant nos 5 États. Dans le but de coordonner nos politiques et nos actions, promouvoir notre intégration économique et relever ensemble les multiples défis auxquels nous faisons face. L'enthousiasme avec lequel nos populations ont accueilli la nouvelle et l'intérêt particulier
qu'accordent désormais nos partenaires au G5 Sahel sont pour nous à la fois un motif de satisfaction et une grande source d'espoir. Il est vrai que les mois écoulés ont été intenses. Concertations entre chefs d'État en marge des sommets, réunions ministérielles à l'occasion de rencontres internationales, réunions d'experts à plusieurs occasions. La dynamique est lancée et le G5 est en marche. Mais pour donner à notre action tous les gages de la pérennité et lui assurer un cadre institutionnel adéquat, il est impératif d'adopter formellement les textes constitutifs de notre organisation et mettre en place ces structures opérationnelles. C'est pour répondre à cet impératif que ce sommet extraordinaire se tient aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, le ralentissement du rythme de la croissance mondiale, la baisse des prix des matières premières, la persistance des défis sécuritaires, des impacts imprévisibles des changements climatiques confirment la justesse du choix de nos priorités que sont l'amélioration de la gouvernance, la consolidation de la sécurité, le renforcement de la résilience et le développement des infrastructures. Aussi, notre volonté inébranlable de prendre en main notre destin répond parfaitement aux aspirations de nos peuples et constitue la voie la mieux appropriée pour canaliser nos efforts afin de concrétiser la renaissance sahélienne que nous avons évoquée lors du sommet constitutif du G5 Sahel le 16 février dernier. Nous avons opté pour une pleine appropriation de l'élan de solidarité internationale manifesté à l'égard du Sahel à travers les multiples initiatives lancées par nos partenaires au développement. Cette option doit se concrétiser à travers le programme d'investissement et les plans d'action que nous devons adopter qui doivent nécessairement émaner de nos priorités, prendre en considération nos réalités et répondre aux attentes de nos peuples. Les jeunes et les femmes du Sahel attendent de nous d'asseoir les bases d'un développement durable qui leur garantirait un futur radieux où toute Sahélienne et tout Sahélien trouvent les conditions favorables à son épanouissement dans un climat de liberté, de paix et de prospérité partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, au vu du travail accompli au cours des 10 derniers mois et de l'accueil très favorable accordé au G5 Sahel par nos partenaires, je suis convaincu que les décisions que nous allons prendre aujourd'hui permettront à notre jeune institution d'entamer dans les plus brefs délais sa phase opérationnelle dans l'intérêt mutuel de nos peuples et de nos États. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. هكذا نأتي على ختام الحفل الافتتاحي للاجتماع الاستثنائي لقمة رؤساء دول مجموعة الخمس بالساحل. نفسح المجال لأصحاب الفخامة الرؤساء بالانسحاب. إذن أيها السادة المشاهدون الكرام، تابعتم معنا حفل افتتاح قمة دول الخمس الذي افتتح قبل قليل كما تشاهدون أيها السادة في القاعة الكبرى بقصر المؤتمرات بنواكشوط.
تميزت وقائع حفل الافتتاح كما تابعتم أيها السادة بكلمة ألقاها فخامة رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي السيد عبد العزيز، شكر في مستهلها قادة الدول الخمس على قبول الدعوة والمساعدة.